Catastrophic things your confidence brings. You deny it to me. You pray, we'll see. مساء الخير. مساء النور بنتي كديرة لاباس عليك. كداير لاباس؟ مساء الخير مساء النور على المتابعين ديالك ديال قناة يسرى ستيل. ايوا الحمد لله على هذه الساعة، اللهم لك الحمد. الحمد لله هذا الشيء اللي بغينا. اخ ياسين في المحل ديالو. السلام عليكم، معكم ياسين بعكال. غادي نكون في المحل ديالنا في حي تغات مقابل ديال عاصمة الدجاج. كاين ناس العادي ما دوريجين شي حاجه اكسبسيونيل اسمنه مناسبه ابارتي من 49 درهم حتى 99 درهم، شي حاجه اوريجينال وبيكون ديما جديد. ها انتم البنات راه داير لكم لي برومو. ها انتم لي بري كيبداو من 49 درهم و 79 99، المهم يعني الثمن ماشي شي حاجه اللي خياليه. وها انتم وريتكم الدخله ديال المحل كيفاش داير. ها هي لبنى، لبنى شادة ليا الحديث مع الزوجة ديال من المحل. سلام مشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. كنتمنى يا ربي تجيو عندنا المحل يا اختي يسرى، غادي توريكم فين كاين ان شاء الله. اهلا لبنى، لاباس عليك؟ لاباس عليك. رحنا في واحد المحل زوين زوين، ما عرفتش سميتو ديفا. اول مره كنشوف هذا الاسم هذا عجبني. وشوفوا التصاور، شوفوا الطريقه الديكور، عجبوني داك التصاور كيفاش داير الديزاين. شي حاجه ما كايناش، شي حاجه معايا. هذا حمام فاطمة الزهراء. اهلا، عجبني انا يا انا عجبني مثلا مع شي شميز. كل حاجه تبعها هي. كل حاجه تبعها هي. مثلا كسوه مش حلوه. صراحه زويون. واعره 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 واعره. ها انتم البنات.
كتحمق هذه مع ليبا ولا شي حاجه هكا كتحمق. بيان سو غادي نقيس معاكم شي حوايج باش تشوفوهم كيفاش كيجيو حتى في اللبسه. مثلا هذه تشوفوها غير هكا تجي عاديه، ولكن ملي كتحل اللبسه راه شي حاجه واو. شوف على السيم ديال الجدان زهره مره لا كادي تي واعره وحتى البخيت زوينه. انتو شوفي شوفي هاد الزيت تصور انا وياك. شوفي فيا اجي تصوري معايا. ديري بيزو ديري بيزو. سميتك تبارك الله. شنو سميتك؟ سميتك سميتها سميتها ملك. تبارك الله ملك. انا وملك غادي نتصوروا. يلا تصور الزيت. العمر شو سميتي؟ لا انا سميتي منى. انت ندك معايا منى. نمشي تمشي معايا للدار. شفتي اختي لبنى شي بنيه تكون بحالك. امين يا ربي. شنو انا ديما تندعي معاك. منى نتمنى لبنى ان شاء الله شي بنيه تكون بحال ملك ان شاء الله. يا ربي الله يعطيك الدنيا صالحه ان شاء الله. ياك وانا الله يخليها لك بوزك الزين. صافي مالك دابا انت تمشي معايا للدار. صافي ياك ها خلاتك ماما. صافي يلا ان شاء الله. يلا هاجي شدي فيا انا. يلا سيري انت. صافي انت صاحبتي طاطا معانا ماما دابا حنا صحاب ثلاثة. صافي اشوف يسرا نعم كما تاع صغيره اذا كثيره كثيره 28 الناس اجوا معايا نشوفوا بلاصه فين يقيسوا ولا شي حاجه. هانتوما بلاصه شي مع ميغوار كلشي هو هذاك محل في المستوى. البنات وقعتنا دابا واحد الصدمه صراحه ما متخيلتش هذا المنظر اللي وقع. شفتوا هاد السوفيتما هادي اللي فيها لو جون؟ شفتوا البارح اختها بنت امها خديناها من واحد المحل اخر. عرفتوا تخيلوا اختها نفسها خديناها ب 100 درهم. هادي هنا بغيت نسولها قلت لها شحال الثمن ديالها قالت لي ب 49 درهم. يلا ايماجيني معايا انت اختي خديناها من محل اخر ب 100 درهم جينا لقيناها اختها ب 49 درهم. يلا يعني راه فريمون دايرين شي اثمنه زوينين. واعر هذا كي حمقت السروال كيكون هاد اللون معاش معايا تلبسيه. هاد اللون واعر. البنات هانتوما شوفوا لبنى هي لبست هاد اللبسه هادي نوريها لكم. مام كاي لا كتعجبني لبنى كتعرفت تلصق الالوان. غنشوفو كاملين ردة الفعل بابا. لبستها زوينة ياكو ديالي خصنا يخدم معاك خصنا يخدم معاك مقلصق. على على اخرى الوان زوينين ها هما اختار من هنا. بحال هذه مع ديك الشميزه الحمراء راها زوين. شوفوا لي البنات هاد التيشيرت كيفاش جا زوين. المهم انا عجبني كيعجبني هاد ميكي ماوس ما عرفتش علاش اللباس ديالي تقريبا تلقاو فيه بزاف في ميكي ماوس. والبنات شوفوا هاد الكسيوه شحال كتحمق. انا بعدا عجبتني نخرجوا نشوفوا لبنى وبابا شنو غادي يقولوا على الكسوه. واه تبدل هاديك اللي عندك ها؟ تبدل اللي عندك يسرى انا بغيتك تاخدي الخضرا جربي هاي قيسيها كتحمق حيت الحمراء عندك جربي
ديري لي خاطر وجربي الخضره وتشوفي كي غادي. واخا انا نشوف الخضره طويله كتحلم انا نشوف معاها انا نمشي نقيس الخضره ونشوف شنو ناخذ. ما كرهتكمش تقولوا لي الراي ديالكم في التعاليق، ولكن غادي يكون فات الفوتسه نكون خديتها. المهم قولوا لي كيفاش جاتكم. شوفوا هذا الخضر هذا كيبان باهت في الكاميرا ما عرفتش علاش، ولكن راه ناصح في الواقع. شكون عجبتكم اكثر، واش الخضره ولا الحمراء؟ نشوفوا الراي ديال لبنى. كي جاتك هذه هذه احسن. المهم الا والله ما عرفت نسولو بابا. بابا شكون حسن هذه ولا الحمراء؟ بنتي هذه زوينه والحمراء هي زوينه. كملنا هذه عاود لي شويه الحمراء بحال داك عندك اختها. تقريبا الحمراء الحمراء يمكن لها ثلاث قاصد شي حاجه تسلح هذاك الشيء ديال ديال حاجه شبيكه. ثلاثه هذه ما عندي ما يوقع هذا اصلا على سميتها دنيا باطله هي اللي راه مصوره ما شفتش. المهم نبدل شويه من حيت الحمراء واخا ما عنديش نفس الستيل، ولكن عندي كسوه في الحمر وفي البيض. صافي زوينه شوفوا. البنات انا حمقتني هاد اللبسه هذه، شوفوا كيفاش ناسقتهم مع بعضياتهم. هاد السريويل هذا شوفوا كيفاش جاي مع هاد الصنداله هذه. ما خديتهاش من هاد المحل صراحه، ديجا خديتها محل اخر في السعاده سميتو زاكس. الناس اللي في السعاده غادي يعرفوه، محل كبير وزوين صراحه كيحمق. مهم شوفوا هادي تواعره هاد اللبسه. انا اختاريت السروال لبنى اختارت لي هادي. عكست نبدل والله الا عكست. دابا انا حوايجي حيتهم صافي ملي لبست هادو. دابا حنا خارجين صافي عرفتي جايني واحد العكز ما قادراش نبدل. معرفتش نقدر نمشي بهادو حتى للدار ونلبس البيجامه الدار. شوفوا فاطمه الزهراء كيفاش جاتها كتحمق. انا بعدا عجبتني جاتك صفات ما واعره تجي انت هو واعر. البنات هيا النيمو ديال التليفون وديال الواتساب وهاد تيك توك. هاي هاي تا اليوتيوب حاضر هنا. وها نتوما ها اليوتيوب ها فيسبوك ها انستغرام، يعني اللي بغى يتواصل معاها جميع مواقع التواصل كاينين. هذا جهدي عليكم ها نتوما. ونتمنى تواصلوا معاه في واتساب وتجيو ديرك زعما راه باين الموقع فين. ها هو بابا فين جالس عاجبه الهواء اللي كضرب. الحمد لله الحمد لله. صافي لبنى اختارت حويجات اللي بغينا. كما البنات البارح مشينا للمحل عرفتوا دق العصا 300 درهم 500 درهم واكتشفنا بانه هذا المحل كيبيع نفس لا مارك باثمنه خياليه. شو انا قلت لكم البلان اللي وقع لي قلت لسي محمد قلت له غنرجع هنا غنبقاو نتقداو علاش كنمشيو كيضربونا حتى كنقزو نفس لا مارك. تلقاي بحالها هنايا عاوتاني تلقايها هنا بشي 130 150 تما 250 درهم. يعني شنو الفرق؟ فرق كبير. الفرق هو انك شريتي من محل واو من هنا ياك نفس لا مارك كانت من هنا مناسبه بزاف. جربوا هذا المحل ما غتندموش ان شاء الله. ان شاء الله صافي لبنى دارت لاكيس. لا انا خدامه هنا واحد المتتبعه عقلتني قالت لي لبنى قلت لها مرحبا بك في المحل ديالي. صحاب لي مسكينه ني جيت نضحك معاك وصافي. ضيقت ما ان شاء الله علاش لا ما نديروش مشروع ديالنا. قالت لها لبنى عندك سرا والبويب. ان شاء الله التبيعه ديالنا ايوا ناس مزيانين والتجاره راه شي حاجه زوينه. التجاره راه الرزق ديالها كيتضاعف بزاف فيه البركه وكيديروا اثمنه زوينه زوينه في المتناول. المهم البنات لقيتونا جينا نتعشاو انا وبابا ولبنى حتى الناس اللي معنا صحاب.
المهم خدينا الدجاج حيت اصلا حنا في عاصمه الدجاج ديما كيعجبنا ناخذ الدجاج، ما كنبغيوش ناخذ شي حاجه اخرى من غيره حيت هو اللي لي زوين. راه سميت عاصمه الدجاج كيف تكون عندها الدجاج كناكلو شي حاجه اخرى غير مره مره. او بلا مالك باغا بيتزا هيا غادي تجي. اه مسكينة هكا وجينا